السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم Everything. موضوعنا لنهار اليوم سيكون موضوع خفيف وبسيط جدا، وهو عن طريقة حل مشكل الكتابة بمقلوب في الفوتوشوب. إذا لننطلق مباشرة في الموضوع بدون الإطالة، كما تشاهدون عندما نحاول الكتابة بهذا الشكل باللغة العربية مثلا نكتب، كما تشاهدون الكتابة هنا تظهر بالمقلوب، وهذا هو المشكل الذي يعاني به أغلبكم لما يحمل نسخة فوتوشوب في لأول مرة. وهذا يعني كنت اكتشفت هذا طلبكم يعني بهذا الفيديو بعدما كنت نشرت فيديو سابق عن طريقة تحميل تفعيل وتعريب الفوتوشوب، تفعيله مدى الحياة أيضا، وكذلك كنت وضعت موضوع آخر عن تحميل بعض أنواع الخطوط الجميلة التي تساعدكم في التصاميم. وعندها شاهد في التعليقات البعض يقولون بأنهم يواجهون مشكلة الكتابة بمقلوب كما تشاهدون. الحل بسيط في أقل من دقيقة، الأمر سهل جدا. كل ما عليكم الذهاب هو هنا إلى Edit، ثم تنتقل مباشرة إلى Preference وهي الأخيرة، ثم تذهبون إلى General. هذه هي الخطوات. إذا أردت اختصار الخطوات شيء بسيط جدا، كل ما عليك فعله هو تغيير لغة الحاسب الخاص بك كمبيوتر إلى اللغة الفرنسية، ثم تضغط على Ctrl و K، تظهر لنا مباشرة هذه العبارة. نذهب إلى الخيار الأخير وهو تيب. كما ترون هنا نجد في الخيار East Asian، نحن نختار Middle Eastern، ثم نضغط على OK. بعد الضغط على OK كل ما عليك فعله هو ببساطة الخروج من البرنامج ثم الدخول مرة أخرى. كما تشاهدون الحل بسيط جدا. ها نحن دخلنا مرة أخرى، نقوم بإنشاء صفحة جديدة لها كبيرة قليلا حتى تكفيها من أجل الكتابة. الآن سنحاول الكتابة مرة أخرى ونشوف الفرق. كما تشاهدون ها قد تم حل المشكلة بنجاح، أمر بسيط جدا وسهل. إذا أتمنى أن تكون قد أعجبتكم حلقة اليوم. لا تنسوا وضع اقتراحاتكم في التعليقات، وإذا كانت هذه أول مرة تشاهد فيها القناة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس كذلك، فهناك الكثير بانتظاركم. إلى اللقاء.